الباب الغافي. ايوا الرونديلات شفتي ولا لا؟ قلت انا حمراء غادي تكون نتوما. قلت انا حمراء. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد في القناة الثانية. أمر جد خطير خوتي، بعد فرحة الجزائريين بخسارة تزريبة طاكوس أمام جنوب إفريقيا خوتي، الناس لي هوك غاضتهم، القنطار كبتهم خوتي، راهي لسقت لهم خوتي، يعني ديجا لسقت لهم مع البداية تاع 2024 وزادوا خسروا أمام جنوب إفريقيا وشافوا الفرحة تاع الجزائريين، راهم هنا خوتي، لذلك راهم يهدوا في الجزائريين، مراركا راهم يهدوا في الجزائريين بالانتقام في كان 2025 اللي غادي ينظموهما في المغرب خوتي. المهم الناس اللي هوك وقيله ما يعرفوش الجزائريين وما يعرفوش واش داروا الجزائريين في اوندرمان من قبل، حنا اليوم غادي نوروهم ونردوا عليهم باش الناس اللي هوك يعرفوا مع من راهم يتعاملوا. حنايا الجزائريين راسه ولي خرف فينا يباصي. المهم ما تنساوش غير لايك البارطاج بلا ما نطول عليكم، تبعوا معنا الفيديو حتى النهايه ما تراطوش خوتي، واللي ماش مشترك في القناه يهبط يشترك ويفعل الزجاجه. نبدا مباشره، بسم الله. وي مملكه موحد ربو روح، غاداتكم كيحرقوا لكم التوني كيما تقولوا لها نتوما التوني، غاداتكم بصح الفيديو هذا اللي غادي تشوفوه دروك ضربتوا عليه الناح. حنا سكتنا مناش نهضروا، هي الواحد تشوف معايا ودوك نعاود نولي لك. هذا الفيديو راني ديجا نشرته من قبل في القناة الأولى وتكلمت عليه، وجهت رسالة خوتنا الجزائريين اللي راهم في الخارج، يعني اللي راهم خارج الجزائر، إذا لقاو هذا البرتوشي ولا غيره اللي راهم يديروا العالم الجزائري كيما هاك ما يجملوش عليهم من التالي. هذه هي يعني حنايا تتوشي فينا وما توشيش بلادنا. المهم هذا الجزائري راه حاب يرد على العياشة اللي غاضتهم بعد ما واحد الجزائريين قطعوا القميص على المنتخب تاعهم. شوفوا كيفاش غادي يرد عليهم هذا الجزائري، تبعوا معنا. ايوا الرونديلات شفتي ولا لا؟ قلت انا حمراء غادي تكون نتوما. قلت انا حمراء ما مات عليها حتى راجل. هذا ايش كيفاش خدمتوها طلعتوا اعلام وقلتوا احنا مملكه. كنتم تشوفوا ولا راكم تقولوا 2025 ماذا بكم قطروا لي جوطات الزرقين تعدوا بالله صح؟ وحنا سلام. المهم يا العياشة راهي غايدتكم من الجزائري راهم يحتفلوا، وايضا من الجزائري حكم القميص على المنتخب تاعكم وقطعه مسقه يعني، بصح ما غاضتكمش واش دار هذا ولد بلادكم، يعني من حط العالم الجزائري وروسه كيما راهك بهذه الطريقه. هذاك العالم الجزائري ماتوا عليه الناس باش تحررت بلادنا، جابوه رجال ماشي كيما الكتانه كيما قال لكم خونا، الكتانه الحمراء تاعكم اللي خدمها لكم ليوطي والنجمه هذيك اللي دارها لكم، نورمالمون كان غلط هو، نورمالمون يدير لكم نجمه سداسيه كيما خواتكم الصوص. المهم كيما قال لكم خونا وجدوا رواحكم في 2025 يعني في بلادكم ونحتلوكم، احنا يسمونا الجزائر. زيدوا تبعوا خوتي زيدوا. لا فامي السلام عليكم. هذو اليامات كي تدخلوا لي فيديو تاع لي زارجيريا اللي فرحوا بمناسبه خروج المغرب من كاس افريقيا الكوت ديفوار، تلاحظوا واحد التعليق تاع الجيران يقول لهم مرحبا بكم في 2025 وفي 2025 نهضروا، وكانها رسائل تهديد مبطنه. شوف جاري انا نقولها لك من دوكا، والله ما عندك ما تدير وما عندك ما تخفي. هذه هي مثالي، يعني الناس تاع زريبة الطاكوس اللي راهم يخرجوا في الفيديو تاع خوتنا الجزائريين ويعلقوا لهم باللي غادي نحكموكم وغادي نديروا لكم ولا غادي ننتقموا منكم مكامل، على بالنا باللي انتم الريح في الشبك، السواعده والاماراتيين روسوا لكم بلادكم، صحاب العبايات روسوا لكم بلادكم، حنا الجزائريين، حنا يسمونا الجزائر لما تعرفوناش، يعني احنا في بلادكم ونحتلوكم، ديجا من قبل غير بمكبر صوت طلع سروال ومشي تروح لدارك. هذه هي، زيد تبعوا خوتي. لانه كاين سببين. السبب الاول البلد تاعك هي في رحله على تبييض وتلميع صورتها السياسيه والاخلاقيه. يعني اي خطا او انفلات او انزلاق امني يكون سببه المواطن المحلي راك حتخلصها غاليه، لانك انت راك حتاثر على البلد تاعك. يعني انه اذا تجرات وقمت بعمل يصور لك على انه عمل بطولي بالنسبه لك انتايا راك حتخلصها غاليه كي انت كي اللي معك. هذه الحاجه اللي راه يتكلم فيها خونا الجزائري المخزن هو اللي غادي يديرها ماشي حنا الجزائريين. يعني بالنسبه للعياشه اللي راهم حابين ينتقموا من الجزائريين، يعني بعد ما غادي الجزائريين في 2025 يروحوا باش يحضروا المباراه تاع المنتخب الجزائري ويخربوا فيهم العياشه، على بالي بلي العياشه ما يقدروش
يوقفوا امام الجزائري من التالي. بصح نديروا بالمثيل غادي يبقوا يديروا حاجه، ماشي حنا اللي غادي نواجههم، المخزن هو اللي غادي الحكم تاع القرعه مباشره، السجون والقرعه، لان ميميسيس والمخزن راه كونتر لهذا الشيء، راهم باغيين يبيضوا رواحهم امام العالم، راهم باغيين يبينوا باللي الجزائر هي اللي راهي تظلم فيهم ماشي هما، وكون يخرجوا العياشه يديروا اي حاجه غادي يوقع فيها القرعه، الحبوسات والقرعه، هذه هي، زيدوا تبعوا. السبب الثاني، المغاربه في الجزائر يساوي 3 أضعاف الجزائريين الموجودين في المغرب. نعاودها لك، المغاربة اللي في الجزائر يساوي 3 أضعاف الجزائريين في المغرب، وحسبها كيما حبيت. لذلك رسالة للعقلاء اللي في المغرب، حكموا ولادكم وحكموا هذو الناس، هذو الأصوات الناشزة اللي يدور هذو اليامات، وفهموهم العواقب تاع الشيء اللي يتكلموا به، باسكو مساكن اللي كاين اللي صغير كاين ما يعرفش كاين اللي كل واحد. المهم كيما سمعتوا واش تكلم خونا الجزائري، قال لهم باللي المراركة اللي راهم في الجزائر 3 أضعاف من الجزائريين اللي راهم عايشين عندكم في المغرب، باش يوصلهم ميساج بالنسبة للناس اللي راهم يهدوا في الجزائريين. يعني حنايا في بلادكم ما غادي تقدروا ديروا لنا والو، ومع ذلك غادي يكون تخربوا في جزائري ولا جزائرية ولا اللي راهم عندنا غادي يخلصوا بالدوب، وايضا انتم ما تخلصوا بالدوب بالتالي، لان احنا جزائريين معروفين، ما كاش اللي يقرب فينا وما كاش اللي يقدر يظلمنا وما كاش اللي يقدر يحقرنا، احنا خيرانصا اللي كانت مستعمرتنا اللي كانت قوه في هذاك الوقت وجدودنا خرجوها من البلاد، وتحالا انتم عياشه، انتم عياشه بلادكم داين هاكم باغيين تهدونا احنا الجزائريين، تنتقموا منا، هيا دوك نشوفوا 2025 سيبقى عام دوك ينظموا ودوك نجوا عندكم. ولا انتم رجال خربوا فينا، احنا في بلادكم نروسوكم، في بلادكم نحتلوكم، وهذوك اللي راهم وراء الشاشه الجزائر الجزائر كي نجوا عندكم تما خرجوا الجزائر الجزائر وهدوا ولا انتقموا، وعلى بالنا باللي ما تعرفوش اندرمان، وعمركم وقيلا لا شفتوا واش داروا الجزائريين من اجل الحقره اللي تعرض لها اللاعبين تاع المنتخب الجزائري، اللاعبين تاع المنتخب الجزائري تعرضوا للحقره، الرئيس تاع الجزائر مباشره ارسل طائرات معمرين بالشعب الجزائري باش يكونوا في المباراة اللي غادي تكون تلعب امام مصر ويوروهم شكون هما الجزائريين. يعني الجزائريين لما تعرفهمش روح شاهد، ولا قول الناس يخبروك على واش صرا في اندرومان دوك تفهم شكون هما الجزائريين. غادي نوريك واحد المقاطع يا العياشي باش نفهمك غايه واش صرا في اندرومان، اي تبع معنا. حوالي 37 طائرة يعني شاطر، يعني اليوم في 11 طائرة، كل مرة تجي طائرة قرار وامر رئيس الجمهوريه. سمعت يا عياشي قال لك بعد هذه الحقره اللي صارت لعبنا مباراه في السودان، مباراه الفاصيله، شكون اللي غادي يربح ويطلع لكاس العالم؟ رئيس الجزائر واش دار بعد هذه الحقره؟ ارسل 37 طائره وين؟ للسودان. الطائرات هادو ما فيهمش مسائل ولا وزاره ولا، فيهم غير الشعب الجزائري، هذا ما كان 37 طائره معمره بالشعب الجزائري. دير حسابك انت في المروك راكم غير حدانا، نقدروا ندخلوا يفتح لينا غير الحدود، الجزائر نصها كامل يروح، ماشي نصها، القارة كامل تروح عندكم، نغطوكم من التالي. زيد تبعوا زيدوا العياشة. أنا متمنين إن شاء الله بربي نربحوا، نتغلبوا على الفريق المصري، باسكو حنا قوة كبيرة إن شاء الله. متأكدة من اللاعبين تاعنا يفوزوا، لأنهم لما لعبوا في مصر كانوا خايفين بزاف، الضغط عليهم وخايفين، ما لعبوش خلاص، وكانوا مضرورين، والأغلبية خرجوا من الملعب خاطش ما لعبوش، ما قدروش يكملوا، وهذه الخطرة كاين مناصرين، الجزائر كاع جات على جالهم، إن شاء الله يربحوا ونجيبوها 1 2 3 ولا شي. المهم كيما شفت يا العياشي، هذه بعد الحقرة تاع اللاعبين تاع المنتخب الجزائري، ماشي شعب يحقروا ولا، هذو لاعبين حقروهم في مصر، نهضروا حقيقة خوتي، بعد ما حقروا لاعبين، الرئيس تاع الجزائر رسل 37 طائرة معمرة بالشعب الجزائري، باش الجزائر ترحل كامل للسودان، الجزائر كامل كانت موجودة في السودان، يعني اللي جاو يلعبوا لنا في السودان، كانوا حاسبين باللي راهم يلعبوا في الجزائر، ما راهمش يلعبوا في السودان، من التالي، زيد تبع باش نوريك الشعب الجزائري واش دار في الأندرمان، تبع يا العياش. اللي كيف غادي يدير؟ هورا! كما راك تشوف يا العياشي، هادو الجزائريين كامل كانوا في السودان حاضرين وكانوا متوجهين للملعب،
دير حسابك انتايا هادو الجزائريين كون يكونوا في زريبتك على بالنا باللي قط من عندكم ما يبقى، جرو من عندكم ما يبقى، مثالي نتوما غير لي زافريكا هجروكم وتحايل الجزائريين. زيد تبعي العياشي زيد. المباراة التي وصفها البعض بالأشهر في تاريخ البلدين، خاصة بعدما شهدت المباراة ظروفا خاصة وتوترات وحرب إعلامية بين البلدين الشقيقين، وصلت إلى حد الاحتقان السياسي بين الجزائر ومصر. الجزائريين في الخرطوم ما كفهمش العصب في الجزائر، أرجوكم ومن قلبي أنا ضد الجزائر بأي مباراة هتلعبها لو هيلعبوها مع سلة. المهم كيما شفتي العياشي واش داروا الجزائريين، الشعب الجزائري واش داروا في أوندرمان، يعني بعد ما المصريين حقروا لاعبين تاع المنتخب الجزائري. ما ننسوهاش، حنا بالك نتسامحوا بصح ما ننسوش ونعقلوا على كل شيء، هذه هي حقيقة تقال. المهم زيد تبايع العياشي باش تشوف واش صرا في المباراة تاع أوندرمان، يعني باش تفهم باللي الا خربت في الجزائري غادي تخلص عليك من التالي. يا العياشي تبع معنا. هنا لي زارجيريا قولها وعاودها، اللي ما يعرفش الجزائريين يروح يبحث عليهم، الجزائريين عندهم تاريخ يتكلم عليهم ماشي خادمينهم شخبط لخابط. المهم كيما كنت تشوف يا العياشي هذه أوندرمان، يعني هذه سودان ماشي الجزائر، ومع ذلك راهي معمره بالجزائريين، يعني الجزائريين كامل هاجروا للسودان على خاطر بلادهم وعلى خاطر الحقره اللي تعرضوا لها لاعبين تاع المنتخب الجزائري. زيدوا تبعوا حل عيني غاية يا العياشي. ربي عطنا هذيك منافقين، الله اكبر كبيره والحمد لله كثيرا. المهم كيما شفتي العياشي وريتك بعض اللقطات من أوندرمان، واش صرا واش داروا الجزائريين وكيفاش تعامل رئيس تاع الجزائر اللي هو عبد العزيز بوتفليقه ربي يرحمه، كيفاش تعامل في هذيك اللحظه، ما دخل سياسيا، ما تكلم مع الرئيس عامس، ما والو، رفض الشعب الجزائري قال لهم لازم كامل تروحوا 37 طائره ارسلها للسودان أوندرمان باش يكونوا حاضرين مع المنتخب تاعهم، في الاولى باش يساندوا المنتخب تاعهم، والحاجه الثانيه باش يردوا على الحقره اللي تعرضوا لها اللاعبين الجزائريين. انا حبيت نوريك يا العياشي قبل ما تدير اي حاجه، لانك انت اللي غادي تخلص التالي، في الاولى غادي تخلص من عند بلادك، لان المخزن راه كنت كامل الشيء اللي راكم باغيين ديروه، يعني على بالنا بلي ما غادي ديروا والو، نتوما فيكم غير نبيح، على بالنا بلي نتوما غير تعنبيح، على بالنا بلي جماعه العبايات ورسلكم بلادكم تحال الجزائريين، ها ما تخلوناش نهضروا. المهم الحاجه الاولى المخزن غادي يدخلكم كامل الحكم تاع القرعه، هذه الحاجه الاولى، لان المخزن راه كنت لهذا الشيء، لان ما تخرجش عليه من التالي، غادي دير له بروبليم ماشي ليك انت، بروبليم للمخزن والجزائر. فاهمين الجزائر قوه ضاربه اقوى منكم بزاف. المهم الحاجه الثانيه انا بغيت نوريك هذا المقاطع تاع أوندرمان باش تعرف بلي الجزائريين رجال، والجزائريين الزعامة وين ما يروحوا راسهم مرفوع عندهم النيف، يعني كي نروح المغرب ولا نروح لتونس ولا راسي مرفوع، ما نركع ما نبوس، وما نروحش نرضي الناس ولا نشيت لهم باش يرضوا عليا. حنايا الجزائريين رجال وتربينا باش نكونوا رجال، ماشي باش نكونوا عبيد تحت
واحد يأمرنا ونبوسو له ونركعو له. المهم العياشي متالي يعني دي اللي راك باغيه. حنا الجزائريين راسا ولي خرفينا يباصي، وحنا نقعدو محتفلين، نقعدو فرحانين، نقعدو نقصو سعادة، وكل يوم جديد، كل يوم الفرحة، حتى 2025 ولا بردنا وارواح حتى سكتنا. ودي اللي راك باغي العياشي هددنا وقول غادي تنتقم كامل، بصح النهار اللي راح حطوا رجلينا في بلادك ارواح قرب تشوف ارواح. يا راي جدك الجيري ترحل، القارة كامل رحلوها مروخ نحتلوها نصفوها ونعاودوا نضموها لينا ونولوا لبلادنا هانين وتولي الزريبه تاعنا وانتم ترحلوا منها كيما رحلوكم الصوص من دياركم حنا نرحلوكم من الزريبه كامل. المهم تحيه بلادنا الجزائر، ودائما وابدا ربي يحفظ بلادنا، وان شاء الله دائما بلادنا في العلا، بلادنا قاره وماشي زريبه. دائما نفتخر ببلادي الجزائر ونفتخر بكوني جزائري. نزيدوا نتابعوا غير واحد المقطع خوتي وعليه نهلو الفيديو، اي تبعوا معنا. 1 2 3 وفين خبي وجهي، 1 2 3 حنا خير منكم من بكري، 1 2 3 والمغرب يأذن بكري، 1 2 3 متنوحش يا أوناحي، 1 2 3 مو موراس الطابور، 1 2 3 يا طيارة مهما تطلعي غدوة تهودي، 1 2 3 أباك باللي الصحراء الغربية تكزيستي. 1 2 3 مو مرقد على البكري رمزي. 1 2 3 تحياتنا لمطربنا العربي، 1 2 3 الكاس الإفريقية والله ما تدي. موين كيما شفتي يا العياشي ختمتها لك متالي، الكاس إفريقيا والله ما تدي يا العياشي، تقعد 50 عام بلا لقب ومازال 2025 في بلادك وما تدياش، وإن شاء الله حنايا نكونوا واجدين لها وندوها في 2025 وفي بلادك نضحكوا عليك ونديروا اللي رانا باغيين، على بالنا بلي بلادكم بلاد الرواس متالي، اللي يجي يروس، اللي يجي يتبول عليكم حاشاكم خوتي، اللي يجي يتبول عليكم يا العياشة ويخرج، اللي يجي يديكم نساكم، نساكم ديجا أصلا راهم يمارسوا مع الكلاب، راحوا جيبوا نساكم بعدها هضروا معانا. المهم دائما تحية بلادنا الجزائر، خوتنا لي لايك البارطاج، طلعونا هذا الفيديو وصلوا خليه يوصل العياشي باش يفهم بلي حنايا رجال. ما راناش خايفين من تهديد تاعكم ولا الانتقام. انت سعودي دالك اختك ولا الاسباني يلعب لك بخواتاتك وشي تهضر معايا انا، روح غير ولي راجل وحرس بتهم ليليا ومن بعد روح هضر معانا. المهم خوتنا بارطاجوا لنا الفيديو كيما قلت لكم وصلوا للعياشه وغيرهم، وطلعوا لنا الفيديو بلي لايك خوتي، كامل لي لايك والبارطاج، اللي ماش مشترك يهبط يشترك ويفعل زر الجرس. شكرا كامل الناس اللي تبعوا معنا الفيديو حتى النهايه، يعطونا رايكم في التعليقات على الموضوع هذا تاع التهديدات انتقام وكامل، قال لك 2025 ينتقموا من الجزائريين. المهم العياشة لا غالب السقف طاير، راكم هنا وغادي هنا العبرة ان شاء الله، واحدة منا واحدة منا هذه هي، انتم خربتوا فينا وحنايا راسا واللي يخرب فينا يباصي. المهم خوتي القناة الأولى والرئيسية غادي تلقوها في صندوق الوصف، ما تنساوش كامل باش تشرفونا فيها، حساباتي الشخصية انستغرام تيك توك لاباش تاع فيسبوك غادي تلقوهم في صندوق الوصف، ان شاء الله نتلاقاو في حلقة جديدة، سلام.